سمعت اخبار الراجل وخلال هالاسبوع الجاي ان شاء الله بنروح. النازحين النازحين من الشمال الى الجنوب بدهم يروحوا. الراديو ما فيش لا نت ولا تلفزيون ولا في كهرب ولا في حاجه، رجعنا العصر الحجري ايام الراديو. يعني انا عمري هالوقت 70 سنه، 70 سنه الراديو كنا نستعمل عند سنه تقريبا 68 او 69 بعد الحرب، الايام الستة بيقولوا عنها. بندور احنا وين الواضحه، لان الارسالات ضعيفه جدا، واحنا قاعدين بندور وين نسمع خبر معين اللي هو يبشرنا برجوع. كل ولك نوحي يا دوا لجروحي. وصلنا للراديو يمكن اكبر من عمري، هذا يمكن اكبر من 32 سنه، وبتلاقيه مرمي هان ولا هان وحدش مدور عليه. الحين صار شيء مهم، يعني قبل الحرب ما حدش كان يدور على الراديو، لانه اللي في سيارته اللي على جواله اللي بعدين النت كان موجود. انت بتفتح جوالك على النت بتسمع اخبار اليوم كلها اخر النهار. كل اللي في المخيم، وبصير اللي مارق يسالك وين وصلوا واللي رايح وين اجوا اليوم. ده كيف؟